سيدي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مرحبا بك. بارك الله لو فيك. لو تضعنا في صورة آخر المعطيات المتعلقة بهذه العملية. إن شاء الله بارك الله فيكم. شكرا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء المجلس الموقر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام وصول إلى إطارات السلطة الوطنية المستقلة المرافقين لكم. إذن دون إطالة نقدم فقط سببين لتعطلنا إلى حد الساعة. السبب الأول بالنسبة للخارج، المعطيات يعني حقيقة على الثمنة محليا، معناتها الآن مازالت العملية الجارية لدراسة المحاضر وغير ذلك من الأمور، يعني معناتها من الفجر فلربما تتغير إن شاء الله إيجابا هذا المعطي، ولكن المعطي هذه على الثامنة والثامنة محليين يعني فيها. إذن بالنسبة للخارج، النسبة على الساعة الثامنة إذن محليين وصلت 19.57%، وهو معدل نسبة المشاركة الأولية، معدل نسبة المشاركة الأولية. فيما يخص داخل الوطن، بالطبع على 8 من توقيت الجزائر، يوصل معدل نسبة المشاركة الأولية إلى 48.03%، 48.03%. وهنا يعني نذكر بأن وقع لنا تعطيل في تلقينا المعلومات بسبب الفيضانات اللي أصابت ولايتين، هي ولاية طمرس وبشار، اللي تثبت لنا يعني في نوع من هذا التعطيل. إذن هذا النسب إن شاء الله تكون أخر المعطيات الجزئية التي نفيد بها يعني المستمعين المتفرجين في انتظار المحاضر الولائية التي ستصلنا ابتداء من فجر اليوم إن شاء الله، وتم الدراسة نتاعها ثم الإعلان عن النتائج المؤقتة قبل إرسال الملف بكامله إلى المحكمة الدستورية. أتمنى إن شاء الله تكون هذه العملية تاع الإعلان عن النتائج المؤقتة إن شاء الله ما تفوتناش 48 ساعة. القانون يقول لك 72 ساعة أقصى حد، لكن نحاولوا احنا باش نكونوا يعني أدنى من هذا الأجل إن شاء الله. هذا ما كان لدي. بارك الله فيك. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سيدي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على هذه الإحاطة وعلى كل هذه المعلومات.